مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. بعدما اجتاز مجموعه من التلاميذ امتحانات البكالوريا لهذه الصبيحه، خاصه ماده علوم الحياه والارض، بطبيعه الحال معنا مجموعه من التلاميذ ربما اللي غير راضين على الاسئله ديال الامتحانات. بطبيعه الحال فسحك بالعالم بالنسبه للفرض اليوم دوزناه مزيان، غير هو الفرد ديال السفيتي عطاو لنا نفس ديال نفس الشعبه ديال السفيتي، هادشي ما كناش حنا كنتسناو. بالنسبه للجيولوجيا الاسئله كانوا في المتناول، ولكن ما كناش كنتسناو بحال هاد الاسئله، حيتاش الجيولوجيا ما قيناهاش هادي عامين. نعم كنا كنتسناو مثلا الكيسلي ما يحطوه في الجيولوجيا، يحطوه في الاطيبي. كيف لا قريناه هادشي صراحه، قريناه واني كاين اللي ما كملش الدروس بالنسبه لشي مدارس حيت كانوا الاضرابات الى اخره. المهم السؤال الامتحان كان في المتناول، الامتحان كان في المتناول، هو الاسئله عطاونا نفس الامتحان ديال الزبيط، وحنا شعبه بيسي وهادشي اللي كان. واسئله كانوا اسئله جداد علينا، يعني خدمنا وطنيات قبل وما كانش بحال هادشي، داكشي اللي خلى علينا المات كملنا على الزبيط. هادشي اللي صعب علينا الامتحان تماما، داكشي اللي كان. المواد الاخرين بالنسبه للمواد دوزنا مزيان، بالنسبه للفيزيك حنا كشعبه بيسي دوزنا مزيان حيتاش علميين. الزبيط راه كيبقى شغل غير مصحح، ما نقدرش نقول لك واش دوزنا مزيان ولا لا. لا الاجواء اجواء زيار ما كانش كيخليونا، وقيلا كانوا شي تعليمات من اللي فوق، كانوا شي تعليمات يقدر من الفوق. الزيار كان عندنا بالنسبه لنا حنا عربيه مضوبلين، كان عندنا الزيار كان الزيار بزاف زيرونا بزاف، ما خلاناش نقلبوا مع كندخلوا كيقلبوا لنا لا دروس حيدوا لنا كل شيء. لا لا حالات غش ما كانش، ما ضبطت حتى شي حالات غش، مات لينا ما ضبطت حتى شي حالات غش. هذا بالنسبه لي انا ما كنقلبش على الباك، كنقلب على المونسي، ولكن بالنسبه لواحد اخر ما نقدرش نقدر اغلبيه غتشوفوا هاد السنه يكون نسبه الرطاباج طالعه بزاف، نقدر نشوفوا نسبه الرطاباج طالعه بزاف. دوزنا يا سان داك الشيء اللي ما باش ينجح وصافي، داك الشيء راه ساهل. كيفاش جاوك الاسئله ديال الامتحان؟ شربوا شربوا. كيفاش جاوك الاسئله ديال الامتحان؟ هذاك الشيء ساهل، داك الشيء اللي ما باش يسقطوا صافي، داك الشيء ساهل. كيفاش ما باش يسقط؟ وداك الشيء حنا كنا باغيين المونسيو، دابا ولينا طالبين معاهم التعادل صافي، ولينا طالبين التعادل، الله نجيبوا هذاك الباك وصافي. داك الشيء صافي. أجواء عادي بحال ديال الجهاوي بحال ديال الباك، داك الشيء عادي جدا. الله يهديك النقله لا صافي صافي عزيز انت اش كتب اول عشر ديالي دوزت هو. كيفاش الامتحانات الاولين كانوا الامتحانات الاولين صراحه كانوا صعاب، بحال الفيزيك كان طويل بزاف ما كملناش، المات حتى هو صعبوا لينا، اما لونجلي وسميتو الفلسفه راه ساهلين. الامتحان ديال ديال هاد الصباح سبيتي ساهله. يعني كاين اللي كيقولوا يعني حطوا شي راه كل واحد اللي حافظ شويه راه يجاوب، اللي ما حافظش راه ما يدير والو، اللي ما حافظش راه ما يدير والو، اللي حافظ راه يجاوب راه ساهل. اه الصراحه زين سيدي كاشي جاوب ما كنسمعكش. دير ديديكاس دير ديديكاس ان شاء الله. ديديكاس كوستوف يونيفرسيا بوليس، يونيفرسيا بوليس صراحه غتسقط غتسقط يعني اصلا. دي ديك الجايه ديالك جيسكا اخويا اش غنقول لك؟ هاد الدراري دابا اللي قالوا لك هاد الهضره هادي هما عربيه، فهمتي جاهم داك الشيء ساهل اس في تي، اما حنا لي بيوف داك الشيء راه صعيب اخويا من الاخر نقولها لك. اخويا المطه صاحبي واحد الطول وهاد الشيء بهذاك اللي جابوها صاحبي هامزه زي ما يجاوبش لك عليه، واش هادو مراض اصاحبي ولا؟ ديديكاس للاستاذ تاع السوايع عاب الله، والدراري تاع السيكتور تاع كسكس وديما التشيره. اخويا الامتحان اش بنقول؟ الامتحان صعيب الصراحه، نقول لك انا الامتحان صعيب والله هذا الشيء اللي كاين اخويا. لا بريبارينا والله اخويا، الله اخويا بريبارينا. اخويا بريبارينا
بريبارينا وداك الشيء كامل. والله خويا تنصروا لي عليه وكذا وكذا هذا يلاه يلاه معاد وكيبيع المقله هذا تيبيع صدمت بالاسئله والله. اجي ما تلعبوش مباشر هذا الشيء. السلام عليكم وانتس كل شيء بخير وهذاك راه غنشحوا ان شاء الله. ديما تشينا ديما تشينا كاين لا باك لا والو. حنا بينا الفرقه تاع البروميير سيري هذا العام هذا كاين لا المدرسه لا والو. الاسئله بخير وهذاك الاستدراكيه ان شاء الله. عمر عمر وهذاك انا كنسلم على امي وابي. ديك الصعاب الله شتيني بلا مسخوت كتصور فيا ياك ورا لي هذا شتو هو اخلي تلقى ما يديسك ما سير ها كنسمع شنو ما كاينش اش انت مريض من 2016 وانا في الباك شو الحياه قداش وما شدوش هذا العام وان شدو بالفرنسي الله غير